بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم معاكم النهاردة على حاجة مهمة جدا أنا جايبها من الصيدلية، وهي فاركو فيد بي 12. واضحة يا جماعة؟ فاركو فيد بي 12. فاركو فيد بي 12 ده منشط كامل لا غنى عنه إطلاقا في وجوده في المكان بتاعك أو في الحتة اللي أنت هتربي فيها الحمام بتاعك. وليه وأسبابه هقولها دلوقتي مع حضراتكم. اول حاجه يا جماعه، احنا بنلاقي في ساعات كده حاله من الخمول بتحصل بالنسبه للحمام. بتيجي تحط الاكل بتبص تلاقي في بطء للحمام في قدومه على الاكل، بتبص تلاقي في تكاسل مع الذكر مع النتايه، في حاله خمول، تلاقي النتايه مثلا عماله تهرش للفرد والفرد كسلان. طبعا في حالات تسمم بتحصل نتيجه الاكل الملوث عندك، برضو ده بيبقى مهم جدا في حالات التسمم. والامراض اللي بتيجي نتيجه التلوث اللي هو في الغذاء، لو انت ما بتغسلش الكلفه او الكلام ده، ده مهم جدا في التسمم اللي هو بيجي على الكبد. مهم جدا برضو في عمليه الدهون اللي بتبقى على الكبد، بيعمل نشاط للكبد. طبعا احنا عارفين ان الكبد بتاع فرد الحمام هو العامل الاساسي في النشاط والحيويه بتاعه الفرد. برضو يعني استعماله او استخدامه بيبقى عن طريق برضو الميه، سواء هتحطه جماعي او هتحطه في المسق اذا كنت حابس الحمام بتاعك. طريقه استخدامه الكبسوله بتبقى على لتر ميه زي ما احنا هنشوف كده يا جماعه. هو في ثلاث شرايط كبسوله جيلاتينيه. الكبسولة الجيلاتينية دي طبعا احنا مش هنحطها في المية زي ما اتعودنا كده. احنا طبعا بنعطش الحمام بتاعنا، وبجيب نص ازازة زي دي كده. هفتح الكبسولة قدامكم اوريكم انا بستخدمها ازاي. اهو اهي يا جماعة، اهي فتحت الكبسولة، ده ابدأ افضيها. تمام، انا هحط دلوقتي لترين ميه للحمام بتاعي علشان انا وادي الكبسوله الثانيه. هي عامله زي الشوكولاته كده بالظبط يا جماعه، اهي الكبسوله الثانيه. هذا الغطا هبدا. طبعا بص الكبسوله نزلت تحت اهي، هرد الازازه كويس. بص هتلاقي الميه لونها اتغير اهو. انا كده هحط على 2 لتر. تمام يا جماعه، اهي 2 لتر. طبعا قبل ما تقدم اي حاجه، دي انا بعتبرها وقايه مش علاج. الكبسوله دي وقايه اللي هي بتاعت منشط الكبدي. بعطش فرد الحمام بتاعي، بعطش الحمام بتاعي عامه، وابدا احط له الميه دي الكبسولة على لتر مية بس، ما تكترش اكتر من كده. هتلاقي فايدة كبيرة ظهرت على الحمام بتاعك، هتلاقي نشاط في العشة بتاعتك. فرد الحمام هتبص ليه واقف، ان شاء الله صحته كويسة. وبرضو فاركو فيد بي 12 ده انا ليه برضو اتكلمت عليه، بالنسبة للناس اللي هي يا جماعة بتأكل علف ومصرة انها تأكل علف، بنجيب مضاد للسموم. ده انا بعتبره ان هو مضاد للسموم واقوى منشط كبدي انا استخدمته للحمام بتاعي، ومفيد جدا للحمام. انا ليه برضه بقول بعطش الحمام بتاعي يا جماعه؟ عشان الحمام كله يستفاد بالميه اللي انا هحطها له اللي حاطط فيها وقايه، لان لو بحط العلاج باستمرار في الميه هتبص تلاقي فرد الحمام بيقرب على الميه. انت بتحس ان هو ما بيشرب، انت بتحس ان هو بيشرب وهو ما بيشربش، هو بيحط بقه في الميه بيلاقي فيها علاج بيرجع. فين وفين على ما يبدا يشرب بيكون طبعا انا باجي تاني يوم بشيل الميه اللي فيها العلاج بتاعي او الوقايه بتاعتي، بيكون فرد الحمام بتاعي ده عمال يشرب دلع والكلام ده، فبعطش الحمام عشان كله يشرب مع بعض. كده انا اتكلمت على فاركو فيد بي 12 وفوائده المهمه جدا في حالات التسمم اللي بتيجي عند الحمام. بيزيل الدهون اللي على الكبد بتاع فرد الحمام، منشط عام للذكور والكلام ده، بيخلي الحمام بتاعك عنده حالة نشاط في العشة بتاعته. طبعا
مهم جدا، مهم جدا 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 تحطه مرة في الأسبوع أو مرتين حتى على الأقل في الأسبوع للحمام بتاعك. كده بكون دي نهاية حلقتي معاكم، ويا رب كده أكون قدرت أقدم حاجة مفيدة لحضراتكم، وما تنسوناش باللايك والشير واشتراككم في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.